جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية من قضايا وموضوعات، أهلا بكم. نبدأ جولتنا من صحف القاهرة ونستهلها من الصفحة الأولى لصحيفة الجمهورية، ومنها نقرأ: السيسي خلال استقباله مبعوث الرئيس الصيني: علاقات متوازنة لمصر مع جميع الدول، القناة الجديدة تساهم في إحياء طريق الحرير، نتطلع لزيارة الرئيس الصيني ومشروعات تنموية جديدة، شو شينغ تدعم القاهرة بقوة لتحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب. إلى صحيفة الأخبار والتي كتبت: لا وقت للراحة، بدء شق قناة شرق التفريعة بطول 9.5 كيلومترات، وصول 3 كراكات لبدء التطوير لاستيعاب أكبر عدد من الحاويات وإنشاء منطقة صناعية جديدة، بشائر الخير بدأت، 37 سفينة تعبر المجرى الجديد للقناة، والعالم يشيد بافتتاح قناة السويس الجديدة. نطالع من صحيفة الوطن: بدء تكريك القناة الثالثة، أول خطوة لتحويل بورسعيد إلى مدينة عالمية. مدير دار الهندسة للصحيفة: مشروعات تنمية محور قناة السويس تستمر حتى 2030، وشرق بورسعيد مجرد بداية، ووسط سيناء ستضاف إلى المخطط العام. التعليم: تحذر المدارس الخاصة من زيادة المصروفات أو غرامات التأخير. من عناوين صحيفة اليوم السابع نقرأ: الداخلية تعلن تصفية أعضاء خلية الهجوم على السفارات وتنتقم من قتلة ابنة ضابط الفيوم، تشكيل لجنة من الوزراء لإدارة وتسويق أراضي المليون فدان، رسميا ميدان الشهيد هشام بركات وحي شرق مدينة نصر، مخاطبة جميع الجهات الرسمية بالاسم الجديد للميدان اليوم، والمواطنون يقولون أقوى رد من الدولة على الإرهاب. لا يزال الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة يلقي بظلاله على مقالات الرأي. صحيفة الأهرام في افتتاحيتها لفتت إلى أن هذا المشروع الضخم يمثل الانطلاقة الأولى لمشروعات المستقبل التي ستحقق للمصريين أحلامهم، وقالت: ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مشروع قناة السويس الجديدة هو خطوة من 1000 خطوة يجب أن نمشيها وبأسرع وقت ممكن، يعكس استراتيجية التنمية التي تتبناها الدولة الآن من أجل مستقبل واعد لكل المصريين. الأهمية الكبرى لقناة السويس الجديدة تكمن في أنها البداية الأساسية لمشروع تنمية محور إقليم قناة السويس الذي سيحول مصر إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت، وسيكون نموذجا لكل عمليات التنمية في أقاليم مصر المختلفة لرفع المستوى المعيشي للمصريين وتحقيق أحلامهم في حياة كريمة. قناة السويس وماذا بعد؟ تساؤل طرحه الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز في مقاله بصحيفة المصري اليوم، والذي أشار فيه إلى أهمية استثمار هذا الإنجاز لوضع رؤية واستراتيجية للنهوض بمختلف قطاعات الدولة، وأضاف: لقد جرى كل شيء على ما يرام بحمد الله ثم بفضل سواعد أبناء الشعب، وتم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في احتفال لائق أسعد عشرات الملايين من المصريين ومحبي مصر في مختلف دول العالم. لقد أعطى إنجاز القناة بتمويل وطني وفي الموعد المحدد وبتلك الدقة والكفاءة دفعة معنوية كبيرة للقطاعات الغالبة من المصريين، وبات مصدرا لإلهامهم ومثلا يمكن أن يقتدوا به في مشروعات أخرى مقبلة، كما برهن هذا المشروع للعالم على قدرتنا على الإنجاز. إنما تحقق ليس سوى البداية المبشرة، وما ننتظره في المستقبل كثير. نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: انهيارات في صفوف الحوثيين تدفعهم لطلب وساطة عمانية، مدينة الضالع بالكامل في قبضة المقاومة الشعبية، وإطلاق عملية تحرير أبين، تجدد المعارك في الزبداني، والنظام السوري يكثف حملته الجوية على سهل الغاب. نطالع من صحيفة الحياة اللندنية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور الصين في ديسمبر المقبل تلبية لدعوة نظيره الصيني. الموت يطارد الإيزيديين في رحلة البحث عن موطن آمن. الأمن التونسي يوقف 12 متشددا، والسبسي يدشن أول سفينة حربية بمواصفات عالمية من صنع تونس.
ونتابع من صحيفة القبس الكويتية: غضب عارم يجتاح الضفة الغربية عقب استشهاد والد الرضيع الفلسطيني المحروق متأثرا بجروحه. وزير الخارجية السعودي في موسكو لبحث الأزمة السورية. تنظيم داعش يواصل التقدم نحو بيجي وينهار في مدينة الموصل. إلى الصحف الأردنية، ونطالع من صحيفة الدستور: تصاعد الأزمة السياسية في لبنان مع قرار النائب ميشيل عون بالتظاهر ضد الحكومة. وزير الدفاع العراقي يؤكد داعش أعدم 2000 عراقي في محافظة نينوى. إسرائيل تواصل جرائمها في الأراضي الفلسطينية ومحاولة جديدة لإحراق منزل فلسطيني. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية، حيث أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن التفجير الوحشي الذي غدر بالمصلين في مسجد عسير جنوب السعودية يشير إلى عدة نقاط، أهمها أن التفجيرات الانتحارية انتقلت من الطابع الطائفي إلى استهداف المجتمع المسلم برمته سني وشيعي. وقالت: حادث عسير نقل الإرهاب المتسلح بالأحزمة الناسفة إلى مرحلة جديدة تماماً، تتسم بخلط الأوراق واستهداف الجميع دون استثناء للوصول إلى مرحلة قطع طريق الصلاة في المساجد الآمنة. فمن يقف وراء هذه الأعمال الوحشية والإرهاب الجبان الذي يستهدف الآمنين؟ لا شك أن المجرمين يتساوون في الإثم والعدوان، سواء كانوا حوثيين أو دواعش أو غيرهم. سياسات إسرائيلية لا تتغير، عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة القدس الفلسطينية، التي رأت أن حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة لم يكن على أجندتها سوى الحفاظ على الوضع القائم وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتكريس سلطته. وأضافت: لقد أصبح معروفا وواضحا للجميع أن الجانب الإسرائيلي ليس أكثر من مستوطنة كبيرة، وأنه لم يتوقف يوما عن مواصلة عمليات الاستيطان ومحاولات التهويد المستمرة. ولعل آخر عروض نتنياهو لاستئناف المفاوضات هو ألا تكون المستوطنات ولا الاستيطان موضوعا للبحث في المفاوضات، الأمر الذي يؤكد على عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في الوصول إلى سلام حقيقي. نتحول إلى الصحف العالمية، ونبدأ بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي نشرت رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما من علماء أمريكيين يرحبون فيها باتفاق إيران النووي، معتبرين أنه إنجازا كبيرا للأمن العالمي. تأكيد 29 عالما أمريكيا بينهم باحثون في القطاع النووي وحائزون على جوائز نوبل أن الاتفاق يحد من قدرة برنامج إيران النووي بشكل مبتكر وصارم، ويشكل دعما واضحا لأوباما الذي يحاول إقناع الكونغرس بقبوله. من أبرز عناوين صحيفة الأوبزيرفر البريطانية: ارتفاع عدد القتلى في كابول خلال أعنف 24 ساعة تشهدها العاصمة الأفغانية منذ سنوات. مقتل أكثر من 50 شخصا بينهم مدنيون وطلاب شرطة وجندي من القوات الدولية، وإصابة المئات في موجة من هجمات طالبان. إحياء ذكرى مجازر البوسنة العرقية، قصص عن معاناة أهل البوسنة التي تحولت إلى مقابر جماعية بعد مقتل الآلاف في أبشع مجازر شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية. نقرأ أيضا من صحيفة اللوموند الفرنسية: استشهاد والد الرضيع الفلسطيني الذي حرق حيا، سعد دوابشة الذي أحرق المستوطنون الإسرائيليون منزله منذ أسبوع يستسلم لجراحه وتوافيه المنية في المستشفى. المنزل الفلسطيني يتحول إلى كومة من رماد ولا يتبقى إلا الجدران. نيبال بعد الزلزال، معضلة إعادة البناء وعودة المهاجرين. الخوف من الانهيارات الأرضية لا يزال مستمرا، ولا فرق كبير بين الأغنياء والفقراء، فالدمار أتى على كل شيء. نتابع من مجلة دير شبيغل الألمانية: على الرغم من المخاوف الألمانية، سيتم الانتهاء من حزمة المساعدات اليونانية الجديدة بحلول يوم الجمعة القادم، وأصبح من الواضح أن هناك انفراجة وتقارير متطابقة تؤكد تمرير المساعدات هذا الأسبوع. ارتفاع كبير في حجم صادرات الأسلحة الألمانية منذ بداية هذا العام، خصوصا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينها غواصة دولفين لإسرائيل.
آفاق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية كانت محور مقال بصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية التي أكدت أهمية تطوير العلاقات الثنائية في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بعد 6 سنوات من الانتظار أحيت الولايات المتحدة ومصر الحوار الاستراتيجي الرسمي، ورغم أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر مؤخرا ليست بأي حال هي المسار الوحيد للمباحثات بين البلدين، لكنها ترمز للتقرب بين واشنطن وواحدة من اللاعبين الرئيسيين بمنطقة الشرق الأوسط، وسوف توفر فرصة لتوسيع نطاق التعاون في المستقبل. إن استئناف الحوار الاستراتيجي يعتبر واحدا من أهم التطورات في العلاقات الثنائية منذ زمن أسلوب الدبلوماسية المكوكية لهنري كيسنجر بعد حرب 73، نظرا للتطورات الجديدة بالمنطقة. رصدتها صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية التي قالت إن الاتحاد الأوروبي فشل في علاج هذه الأزمة، بينما تجني العصابات الأموال الطائلة من تهريب البشر. وتابعت الصحيفة: ماذا تفعل قيادة الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين الآن؟ بروكسل لا تقدم حلولا، بل ترعى اليوم نوعا جديدا من الجريمة الدولية، إذ نشهد توسعا لشبكة من الوحوش نشاطهم ليس تهريب المخدرات أو الأسلحة ولكن تهريب البشر. لقد فاقمت قوانين الاتحاد الأوروبي المشكلة، فمبدأ الحدود المفتوحة أصبح ينقل الأزمة من دولة لأخرى ولا يبحث في حل شامل لتدفق المهاجرين على دول الاتحاد. وبدلا من دراسة الوضع والسعي لتفكيك شبكات تهريب البشر، يدفع الاتحاد المهاجرين نحو الشمال ونحو الدول الأكثر رفاهية وينفض يده من الأزمة. نختتم جولتنا بهذه الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. كانت هذه لأهم ما تناولته عناوين صحف اليوم.